أحلام مستغني رفقا بالكادحين، رفقا بالمنهكين، رفقا بمن لا يجيدون رياضة إلا رياضة الركض خلف الرز. كادحون عمروا باب رزقهم على أرصفة الشوارع، مرغوا لقمة عيشهم بحبات العزة وعرق الجبين. نتعرف اليوم على أحد الكادحين والعاملين في إحدى عربيات البيض والبطاط. نتابع. عصام عبد الرحيم، دبان حسن الشميري. طيب ايش عرفنا على مشروعك او ايش تعمل هنا انت بهذه العربيه؟ مشروعي مشروع بسيط عادي، يعني بطاط، سندوتشات بيض، سندوتشات جبن، يعني صبوح سفري وساخن بنفس الوقت من اجل الطلاب والشباب كذا. طيب متى بدات بمشروعك هذا وليش اللي اخترت يعني سندوتشات البطاط والبيض؟ طبعا مشروع حقي قديم، يعني مش من اليوم، وانما انا طبعا درست جامعه وخريج جامعه، بعد الجامعه بديت الحرب. كنت اشتغل في محل ادوات منزليه، بدأت الحرب تحول المحل لخط نار، من الصعب العودة للمحل بنفس الوقت والشغل فيه من جديد. اضطريت أن أنا أفكر بمشروع ثاني ومشروع آخر بديل عن العمل للوظيفة. بديت المشروع بعربية صغيرة ودفة، كنت دفة دهيف، والحمد لله تحسن شوية شوية، جلست تحت فترة معينة وسعت المشروع. بديت أفكر كيف أنه يصبح مشروع متحرك بنفس الوقت سهل أن أنا أستخدمه، ففكرت انه التيك توك يكون مناسب لفتح بطاط ويوسعه نوعا ما شويه، وتوسعت الحمد لله وبدات المشروع حبه حبه لان تمام. طيب دائما ما اسمع الشباب يتكلموا على سندوتشات عصام، اسعار عصام، تعامل عصام الحلو، حتى اشوفك بوسائل التواصل الاجتماعي يصوروك ينزلوا يكتبوا عنك منشورات، ايش السبب؟ ايش السر وراء انه الناس تنجذب لسندوتشات عصام؟ طبعا الواحد لما يحب الشغله حقه والعمل ويخلص في العمل بنفس الوقت وتكون النية حقه مستحضرة ونظافة وترتيب ويهتم بالبهارات بالأشياء الحاجة هذه، مش لأنه بالأخير هو أمانة، أنت تعتبر مؤتمن على هذا العمل، فإذا خلصت العمل واهتمت فيه به طبعا الزبون أو العميل بيأتي لك طبعا بدون كراهية، يحصل الحاجة المطلوب عندك، يحصل الشيء الذي يرغب فيه، يحصل مبتغى يعني بالأخير. فالحمد لله الشباب مواقيد والعمل ماشي إن شاء الله. طيب على ذكر سيرة النظافة، كثير من الناس يشوفوا الأكل من الشارع أو من اللي يشتروا من العربيات يقولوا شيء غير صحي أو بنفس الوقت حتى مش منظر حضاري، كيف تشوف ذا الشيء؟ بالعكس، يعني طبعا اللي عملناه هو بطاط ساخن، فالسخونة بنفس الوقت وإحنا مغطين على الشغلة، يعني الإنسان هو بالأخير مخير ينظر إلى الأشياء النظيفة والأشياء الغير نظيفة، فإذا كان في نظافة وفي التزام وفي هذا يقبل على الشيء هذا. طبعا انا عامل كيس مغطى وبنفس الوقت ساخن وحار ووجبات سريعه وخفيفه بنفس الوقت وساخنه، فما فيش اي تاثير ولا مكشوف، يعتبر مش مكشوف طبعا، نفس المنزل نفس كل حاجه، اطبخه في المنزل واصلحه في المنزل، كل حاجه نظافه واناقه كله تمام. يعني هو السر بوجود النظافه عندك الشيء اللي فارق ما بين الناس. طيب على سيره انك تطبخه في البيت، هل كل الكميه تبدا تطبخها بالبيت تجي هنا وهي جاهزه، او مثلا تطبخ كميه وهنا بعدين تجي تكمل الباقي؟ يعني هو في البيت اطبخ الكميه الاكثر انا اقول، وهنا لحق تلحيق اذا في شفت العمل انه متحرك مثلا والاقبال كثير، لحق طبعا يكون معي جاهز، لحق في بو هنا بعض الله اسمه، والاغلبيه بالبيت. طيب يا عصام، هل تشوف انه عملكم خطير ولا لا؟ من ناحيه الخطوره طبعا هو لازم انك تبتعد نوعا ما عن الشارع، عن الماره، عن السيارات. طبعا اكيد انه بتلاقي خطوره لانه اغلب السيارات او المترات او الزحام او كذا لازم تتجنب على الرصيف، تبعد بعيد نوعا ما شويه، بالاخير انك تسير الشارع امامك وتكون في مكان امن. طيب قبل ما اختم معك يا عصام، لو شخص مثلا من العاطلين يحب انه هو يفتح له مثلا كمشروع بيض وبطاط عشان ما يضل يعني مثلا يعتمد على غيره من الناس او يضل بغير عمل، ايش الخطوات التي ممكن انه تنصحه عشان يفتح له مشروع مثل مشروعه؟ العمل بسيط ومراحله سهله جدا، ما يحتاج انه يعني نوعا ما مكلف ماديا، يحتاج الى مبلغ مادي بسيط، وانا طبعا مستعد انه اعلم اي شخص حابب انه يقبل على هذه المهنه او قادر انه يفتح له مشروع، وانا علمت اكثر من شخص وساعدت اكثر من شخص واعطيت لهم فكره معينه، واكثر من شخص صور الموقع نفسه واخذ الفكره وفتح له مشروع في الحوبان هنا خارج المدينه، عادي طبعا جدا، وانا مستعد انه اساعد اي واحد. طبعا مبادره لطيفه منك يا عصام، تشكر عليها. اذا مشاهدينا نختم مع الشخص اللطيف والذي دائما يتعامل مع زبائنه بالاخلاق، عصام بائع البطاط والبيض او كما يسمى بلدي للبطاط والبيض. نلقاكم مع مهن جديده وكادحين جدد، عوده الى الزملاء في استديوهات، صباحكم اجمل، الى اللقاء.
Thank you.